يا فتيات، هل تعرفون كم أنا متعبة؟ بحاجة للحصول على قسط من الراحة. لكن هذه الغرفة فوضوية جداً. لا تقولي. نعم، لم ينظفوا هنا منذ فترة طويلة جداً. أوه، هناك الكثير من الشبكات، هذا مقرف. ماذا أفعل الآن؟ هاي، أنت تنفخينني بعيداً. في الواقع لدي قوة خارقة أيضاً. خذي هذا. هاي، الآن سألفك بالنباتات. إذن سأضطر إلى إشعال النار في رأسك. ساعدوني. ماذا فعلت؟ انتهى الأمر. إذا كنت لا تريدين بطريقة جيدة ستكون بطريقة سيئة. أنا ولوسي سنرغمك بالتأكيد. سوف نرى. حسناً. لقد كسرنا الغرفة بأكملها. كسرنا؟ كله بسببك. بالمناسبة لدي خطة رائعة. شاركي هذه الخطة مع الجميع. هيا دعونا نرى ماذا في الداخل. حان الوقت لتحويل هذه الغرفة المدمرة. دعونا نبني سريرا جديدا رائعا. هذا صحيح يا فتيات، دعونا نعمل معا. هيا بنا. نحتاج أولا إلى التخلص من كل القمامة. لماذا يوجد الكثير من الأشياء غير الضرورية؟ لم أكن لأظن أبدا أن قدراتي ستكون مفيدة أثناء التنظيف. جاهز؟ يمكنني أيضا تحريك الأسرة. لكن هذا لا يكفي. الشيء الرئيسي هو التخلص من بقايا الحطام الصغيرة التي تعاملت معها بنجاح. جميل، ما هي خطتنا بعد ذلك؟ بعد ذلك عملك ليلي. بكل سرور. الآن سأزرع نفس البذور السحرية في هذه الأرضية السحرية، وسأرويها كلها. بالمناسبة إنه سحري أيضا. رائع. الآن سينمو سرير حقيقي من هذه البذور. انظروا كم هو جميل وقوي. خلاب. لكن سرير واحد لن يكون كافيا بالنسبة لنا. نحن بحاجة إلى واحد ثاني على الفور. أنا وقوتي الخارقة بالتأكيد سوف أتعامل مع هذا. جاهز. الآن لدينا سريرين رائعين. يا فتيات، حان وقت الطلاء. اتضح أن هذا النشاط مريح للغاية. هذه النباتات تتداخل مع الطلاء. مرعب، يا له من وسخ. الطلاء يجب أن يخفي هذا الرعب. يجب أن يكون رائعا حقا. كم أحب هذا الطلاء والألوان. يا فتيات، عليكم أن تتذكروا أن تصعدوا إلى الطابق الثاني. الدرج بحاجة إلى طلاء أيضا. بالطبع، لكن من الأفضل أن أطير بمساعدة قدراتي. هكذا. بالمناسبة، لا تنسوا أن تلونوا الطابق الثاني بعناية مثل الأول. يا له من سرير رائع لدينا. أوافقك. يا فتيات، أحسن عملاً. انتهت المرحلة الأولى. الآن نحن بحاجة إلى الاعتناء بالراحة. بالأحرى لجعل السرير مريحاً وناعماً بشكل لا يصدق. بالإضافة إلى ذلك، لن يضر تزيينه بالنباتات. كم هذا لطيف.
بعد ذلك يجب أن يفهم الجميع سبب كون النباتات أفضل أصدقاء للإنسان. لا يمكن فقط صنع الزخرفة رائعة لأي شيء، لكن أيضاً جدراً حقيقية حتى لا يزعجني أحد أثناء نومي. أصبح أريح وأهدأ. ليلي، لقد أوشكت على الانتهاء. حان الوقت بالنسبة لي لتجديد الجزء الخاص بي من السرير. لا شيء أكثر نعومة من سحابة بيضاء رقيقة. أحتاج فقط إلى توزيعها حول المحيط وإضافة إضاءة لطيفة. يا له من جمال! أشعر وكأنني أجلس على سحابة حقيقية. سحر حقيقي! أنا أيضاً أحضرت جميع أنواع البطانيات والوسائد، لكن هذا لا يكفي بالنسبة لي. سيكون مثالياً إذا أضفت بركة. لوسي، هل يمكنك مساعدتي؟ أحتاجك لنفخها. بسهولة، أفعل كل شيء من أجل أصدقائي. شكراً جزيلاً. رائع وبسرعة. يبقى فقط ملؤه بالماء. مثالي. الآن سريري أكثر متعة. لا يوجد شيء أكثر روعة من المرح في حمام السباحة. أعتقد أن الجميع يوافقني على ذلك، خاصة عندما يكون لدي هذه البطة اللطيفة في مكان قريب. حسناً، انتهيت. لوسي، أحتاج إلى مساعدتك مرة أخرى. جففيني. حسناً، هيا. شكراً جزيلاً. لا تشتتي انتباهي بعد الآن، أنا أتأمل. لا يوجد شيء أكثر راحة من بطانية حمراء ووسائد حمراء. بينما كنت أقوم بتزيين السرير، كنت أرغب حقاً في تناول الطعام. أعتقد أنني أعرف ماذا سأتناول على الغداء اليوم. أولاً، أنا بحاجة إلى نار. جاهز؟ والآن على هذه النار سأصنع لنفسي مارشميلو لذيذة. أوه نعم، أنا أحب المارشميلو. يا فتيات، تمنوا لي شهية طيبة. شيء مفقود هنا. أحتاج إلى إضافة بعض التفاصيل، على سبيل المثال الزهور. يتناسبون تماماً مع هذه الزينة. ما زلت بحاجة إلى إضافة بعض الضوء. أنا جائعة حقاً. هل يمانع أحدكم إذا زرعت شجرة برتقال بجانب أسرتنا؟ أنا مع ذلك. رائع. أنا أحب البرتقال، بالإضافة إلى أنه خيار رائع لتناول وجبة غداء شهية. أنا آكل فقط الأطعمة النباتية. أتفق مع ليلي، أفتقد التفاصيل أيضاً. فكرة، الستائر الحمراء مثالية. روعة. الآن أشعر حقاً بأنني في منزلي. مريح جداً وجميل. أنا فقط بحاجة لإضافة بعض الضوء. والآن مثالي. لدي شيء ناقص أيضاً. ما هو؟ بالضبط. ماذا يا سمكة؟ سأقوم قريباً بإعداد شريحة لحم لذيذة منك. لا تقلقي، لن أعطيك لهذا المجنون. مهلاً، أين السمكة؟ ماذا سوف أكل؟ الآن لدي صديق. سأدعوك نيمو. سيصبح عالمي المائي الصغير أكثر هدوءاً. ماذا سأضيف أيضاً؟ بالضبط. لن أمانع لو عزلت قليلاً بالستارة حتى أتمكن من خلق إحساس كامل بالخصوصية. بالطبع، القليل من الضوء لا يضر أبداً. الروعة.
وأنا ينقصني أصدقائي الغيوم، لكنني سأصلح الوضع بسرعة. ربما هذا ليس كل شيء. قوس قزح يتناسب تماماً بين السحب. من منا لا يحب قوس قزح؟ هؤلاء الناس ببساطة غير موجودين. كم هذا لطيف، يمكنني الإعجاب بهذا إلى الأبد. يا فتيات، أنتم على حق، الستائر جيدة بالنسبة لي أيضاً. بمساعدتهم يمكنني إنشاء تأثير أنني أجلس بالفعل على الغيوم في السماء. يبقى فقط إضافة الضوء. ما رأيكم؟ أعتقد أنه رائع. يا فتيات، إذا انتهينا كلنا فلنحتفل بحفلة ديسكو. نحن حقا أذكياء. انتظروا، سأحضر شيئا أيضا. لحظة فقط، لقد صنعت كعكة رائعة. يبقى فقط إضافة الكريمة. رائع. أها، كيك، هذا بالضبط ما أحتاج. لماذا يومي هكذا؟ أين يذهب كل طعامي؟ يا فتيات، أحضرت كعكة. دعونا نأكلها بسرعة تكريما لمنازلنا الجديدة. شكرا. نعم، شهية. يا لها من رائحة. لذيذ، لكن من الواضح أن قطعة واحدة لا تكفي. من الجيد أن لدى ليلي مكمل. مهلا جيس، كيف تجرؤي على سرقة الكعكة؟ أعتقدت أننا لن نتقاتل، لكنك أرغمتيني. كيف استطعت أيتها اللصة؟ أنت خربت كل شيء، كيف لا تخجلي؟ دعونا نبني من جديد. لن أفعل أي شيء. واو يا فتيات، فقط انظروا كم هذا رائع. مرحبا يا فتيات، سوف ندرس ونعيش معا. أقترح اختيار الأسرة، سأخذ السرير السفلي. بالطبع سأكون في القمة، أحبه فعلا. نسيت حقيبتي في الأسفل. حان الوقت لبعض الهواء. تعالي إلي وسادتي الصغيرة. جيد، والآن كل شيء آخر. أقلامي ودفاتري. رائع. هناك البطانية متبقية. هيا، تبقى القليل. تعالي إلى هنا. القليل. أعتقد أنني بالغت قليلا. كان ذلك مضحك. اضحكوا كما تريدون يا فتيات، لكنني زينت سريري. حان الوقت بالنسبة لي لتفريغ أشيائي. دعونا نرى. أوبس، بينما كنت أسبح حقيبتي تبللت تماما. ماذا علي أن أفعل الآن؟ أشيائي مبللة. يبدو أنني أستطيع مساعدتك. انتظري ثانية، الآن سوف تجف أغراضك. رائع، شكرا. لكن أعتقد أن هناك شيء مشتعل. مونيكا، لقد بالغت قليلا. يوجد بالفعل ثقب كبير في دفتر ملاحظاتي. قفي. أوتش، يبدو أنني جرفت قليلا. هذا يحدث أحيانا. لقد لاحظت أنه لا توجد نباتات على الإطلاق. حان الوقت لتغيير الأمر. دعونا نضيف بعض الزهور.
قلت البعض. إلى أين تنمون؟ توقفوا، هذا يكفي. هيا ادخلوا إلى الحقيبة، سوف تجلسون هنا حتى تتعلموا التصرف بشكل لائق. قلت اجلسوا بهدوء. ها انتهينا. الآن ستعيشون تحت السرير. لا تنتبهوا لهذا. الآن حان الوقت لي لتفريغ حقيبتي أيضاً. بمعرفة طبيعتي سريعة الغضب، أنا دائماً آخذ الأساسيات معي. مرحباً صديقي. لماذا تحتاج إلى طفاية حريق؟ أتشيه! لا تخافوا يا فتيات، أنا أعرف ماذا أفعل في هذه المواقف. الآن سوف أصلح الوضع. هكذا؟ أفضل بكثير. لا تلتفتوا إلى الأشياء الصغيرة، الشيء الرئيسي أن النار انطفأت. فهمنا لماذا أحضرت المدفأة. ماذا حدث؟ كل شيء تحت السيطرة. سريري جميل. نعم، مثل سحابة حقيقية. أنا أيضاً أحب سريري الجديد. وسريري لطيف أيضاً. أعتقد أنه رائع. هذه الأخطبوطات تذكرني بالبحر. حان الوقت لإلقاء نظرة على الجدول هذا اليوم. درسنا الأول قوانين السحر. لا تتأخروا. الدرس الأول، كم هذا مثير. أنا جاهزة، يبقى فقط أن أذهب. نحن أيضاً في طريقنا. إذن مونيكا، هل أنت مستعدة؟ دعينا لا نتأخر. أتساءل كيف سيكون شكل معلمتنا؟ مرحباً بكم في مدرسة السحر. أنا معلمتكم، سوف أعلمكم قوانين السحر. واو، كماذا رائع. شكراً، أتمنى أن تكونوا جاهزين للبدء. جيس، إلى السبورة. أنا؟ حقاً؟ لا أريد. حسناً، أظهري لنا ما يمكنك القيام به. هيا تفضلي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ نعم، انظري. الآن سوف أتحكم في هذه الفقاعات. تابعي يا جيس. يمكنني أيضاً التنسيق بينها هكذا، ورفعها أيضاً. إنها لا تطيعني. ماذا يحدث؟ لماذا فعلت ذلك؟ لا يزال عليك الدراسة ودراسة. أجلسي. دعينا نرى ما يمكنك القيام به يا جريس. أنا مستعدة. هيا تفضلي. أنا سوف أقوم بإنشاء إعصار صغير. هكذا. يمكنني تكبيره قليلاً. ليس سيئاً، ليس سيئاً، لكن أعتقد هذا كافٍ. جريس، أوقفيه قبل أن يدمر هذا الإعصار الصف بأكمله. لكن لا يمكنني، هو ليس معي. لي تمسكوا. أين أنا؟ ماذا يحدث؟ أوبس، أنا ذاهبة. أنا لم أنتهي حديث معك جريس. مونيكا تفضلي. الآن اسمحوا لي أن أريكم ما يمكنني فعله. سأبدأ بشيء بسيط. ليس سيئاً. الآن أكثر. بالطبع أستطيع. أمسكي هذا القلب الحار. لكن قد يكون حاراً، كوني حذرة. فات الأوان بالفعل. أنت الآن مثل الخبز المحمص المحترق. لقد نفذ صبري. سأذهب إلى مكتبي. أنا أريد أيضاً أن أظهر ما يمكنني فعله. هيا، لن تزداد الأمور سوءاً على أي حال. الآن بقي القليل. ربما سيكون من الأفضل الابتعاد. هذا شيء رائع.
جميل ومذهل. كم هذا جميل. أوه، ما هذه الشجيرات؟ لماذا يزحفون علي؟ اتركوني وحدي، لقد نفذ صبري. آنستي، إنه الجرس، سوف أذهب، أراك في الدرس القادم. نعم، حان الوقت للذهاب. ودان، يا فتيات توقفوا، حرروني يا فتيات. إذن ما رأيكم، هل أحببتم الدرس الأول؟ أعتقد كنا رائعين. أوافقك، لدي فكرة، دعينا نقيم حفلة لأول يوم من المدرسة لنضيف بعض التألق. بعض الحركات السحرية. واو، فكرة رائعة. نعم، الكثير من الأفكار المبدعة. وها هي الموسيقى. رائع، الآن سنحظى ببعض المرح. يا فتيات، ماذا عن بعض الحلوى؟ لكن حلوى غزل البنات هكذا مملة. الآن سنصلح الوضع. أفضل بكثير، انظروا. أحسنت غريس، أنا أعتقد أننا بحاجة إلى المشروبات. أبراكادابراكا، كوكتيلات مشرقة وحلوى للفتيات المشرقات، تفضلوا. يا فتيات، لدي شيء أيضاً. إنه الفشار، الآن سأحضره ببضع ثواني فقط. أحب قدرتنا. أوي، انفجر كيس الفشار. يبدو أنني بلغت. لا بأس، كان ممتعاً. هل أحببتم الفيديو؟ إذن اشتركوا في قناتنا حتى لا تفوتوا الكثير من المتعة. إلى اللقاء يا أصدقاء.